بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع هذه المداخلة في الإرث، تحدثت في الشق الأول عن مقدمة في علم المواريث، وفي هذا الشق الأخير سأتحدث إن شاء الله عن دراسة لبعض الشبهات حول علم المواريث. فأقول وبالله التوفيق، هناك صيحات تريد أن تخرج هذا العلم من أصله الفقهي وتجعله تابعا للأهواء، تجعله تابعا للآراء الشخصية، فلا نجد أحدا يهتم به. هناك أناس يقولون يجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثى، أما قول الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا فيه تمييز ضد المرأة، يقولونها بصريح العبارة، يقولون يجب تعديل هذا النص القرآني وهو قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله عز وجل هو الذي فصل وبين لنا عملية توزيع الإرث، فلم يتركها لأحد، لم يتركها لأحد كيفما كان حاله وكيفما كانت صفته. الله عز وجل لما ذكر العبادات ذكرها يعني مجملة، لكن لما تحدث عن الإرث ذكره مفصلا. فالصلاة لم يذكر لنا كم عدد الركعات، والزكاة لم يذكر لنا تقديرات أو المقادير الزكاة، لكن الله عز وجل في الإرث ذكره مفصلا. فهناك الربع، وهناك النصف، وهناك الثمن، وهناك السدس، وهناك الثلث، وهناك الثلثان. إذن قضايا الإرث الله عز وجل حسم فيها، وهي أمور ضيقة لا مجال للاجتهاد فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قد حسم وفصل فيها في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف، والآيات معروفة. قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقوله سبحانه ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. أما قضية الكلالة فقول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة هي يسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. إذن لا نجد أحدا من علماء الإسلام اختلف في القضايا التي حسم فيها القرآن الكريم. الزوج له إما النصف أو الربع، الزوجة لها إما الربع أو الثمن، الأم لها الثلث أو السدس، البنت لها النصف أو الثلثين في حالة التعدد، وهكذا. لكن هناك قضايا بسيطة قد يسعها الاختلاف عند الفقهاء، كقضية الإخوة مع البنات والأخوات كما قال ابن عاصم، والأخوات قد يصيرن عاصبات إن كان للهالك بنت أو بنات، وكذلك في الشواذ الست، وعلى سبيل المثال المشتركة أو ما يسمى بالحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وأشقاء، فالأم لها فالزوج له النصف والأم لها السدس، فالمسألة من ستة ثم عالت إلى 12، نصفها ستة للزوج وربعها سدسها أربعة للأم، وتبقى أربعة تنقسم يعني مشتركة بين الإخوة لأم والأشقاء، وبهذا سميت بالمشتركة. وإن تجد زوجا وأما وارثا وإخوة لأم حاد الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبين، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأم واجعل آباهم حجرا في اليم. إذن هذه أمور مختلف فيها عند المالكية. ثم هناك قضية الرد، فمثلا فقهاء المالكية لا يقولون بالرد في الأصل، وفي هذا يقول الشيخ خالد رحمه الله ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام. إمام مالك رحمه الله لا يرى توريث ذوي الأرحام، وعددهم 13، وهم العمة والخال والخالة وابن العمة وابن الخالة. أخيرا مسألة التعصيب، هي هذه ثارت جدلا كبيرا في أوساط المجتمع،
كأن التعصيب يضر بالمرأة ويحابي الرجل. أذكر لكم نصا للإمام ابن العربي رحمه الله، ذكر نقله عنه الإمام القرطبي رحمه الله، يقول: وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان إلا من حمل السلاح وخاض الحروب، فنزل قول الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذا ما هو التعصيب؟ التعصيب هو أخذ جميع المال عند عدم وجود فرض أو ما فضل عنه، والمرأة نفسها هي تستفيد من التعصيب. فالأخت بنت الإبن ترث بالتعصيب في غالب أحوالها، الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب. في هذا يقول الإمام القرافي رحمه الله، يقول: وأصل توريث العصبات الكتاب والسنة والإجماع. إذا مسألة الإرث لا دخل للإنسان فيها. وفي هذا يقول الإمام، يقول الشيخ الدكتور محمد الثوري رحمه الله: لا ذكورية في الفقه، وله كتاب بهذا الاسم. إذا مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين فيها 4 حالات: حينما يكون الابن مع البنت، أو ابن الابن مع بنت الابن، والأخ مع الأخت، يعني الأشقاء، والأخ لأب مع الأخت، مع الأخت لأب. إذا في بعض الأحيان يعني الأنثى ترث والذكر يعني لا يرث، محجوب. وأحيانا الأنثى ترث أكثر من الذكر، وأحيانا الذكر والأنثى سواء. وفي بعض الأحيان تكون الأنثى يعني هي السبب في حرمان الذكر من الإرث. إذا ما نسمعه في هذا الزمان من شعارات تنادي بالحرية وتنادي بالمساواة وأصوات تريد التغيير، ولكن التغيير كما يقول الشيخ مولود السريري، التغيير هذا لا يكون إلا هذا لا يكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. التغيير بمعنى النسخ، والنسخ لا يكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والتغيير هذا بدعوى ماذا؟ بدعوى أن المرأة أصبحت تخرج إلى العمل، وأن المرأة أصبحت تنفق مثل الرجل. ينبغي أن نفهم هذا الأمر فهما صحيحا. الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. فقضية النفقة للمرأة تحتاج إلى نص شرعي، يعني إذا قالت المرأة أنها تنفق، فهذا يحتاج إلى نص شرعي يبين ذلك. ما تنفقه المرأة لا يسمى نفقة بالتعبير الفقهي، وهذا ما يقوله الشيخ مولود السريري حفظه الله. يقول: إنفاق المرأة يسمى تبرع، أو يسمى صدقة، أو يسمى عطية. أما كونها تنفق، هذا يحتاج إلى دليل شرعي وهو غير موجود، والناس في غالب أحوالهم لا يستحضرون النصوص الشرعية في هذه الأمور. إذا أخيرا أقول: الإسلام عادل، والإسلام أعطى لكل من الرجل والمرأة ما يستحقه وما يليق به. ومن زعم أن الإسلام ظلم المرأة أو هضم حقها أو لم يعطها مثل الرجل أو لم يسوي حقها مثل الرجل أو أعطاها أقل من الرجل، فليراجع عقيدته. فإن مات على هذا الحال فإنه قد يموت، والعياذ بالله، يكون مصيره إلى النار، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.